صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس، اموركم كلها مزيانه؟ المهم البنات، هذا النهار هذا شنو نقول لكم؟ عندنا الجو مشمش بزاف. هذا النهار هذا بغيت نضرب واحد التخميله للدار، بغيت ندور بالدار ان شاء الله، وقلت نشارك مع الاخوات هكا باش نشجعوا بعضياتنا. الاخوات اللي عندهم شركه اللي باغيين نوضوا اليوم وعكزانين، هذه هي لوكيس البنات باش نوضوا مع بعضياتنا. بغيت نخمر شي شويه، بغيت نشمش، يعني الجو عندنا يا سلام مشمش بواحد الشكل زوين بزاف. يلا البنات غادي نبداو على بركة الله احنا مع بعضياتنا. يلا شوفوا الشميسة كبيرة ديال التشماش، ديال اللي عندها شركاني، اللي عندها شي حاجة بغات تسوس عليها، هادي لقيتها. شوفوا عطيهم شي الناس، شوفوا الشمس فين داخل. ايوا قلت نوض نضربها واحد نحيد هاد الزرابية، يعني رمضان كامل صراحة قال ما جمعش هاد الزربيات، كنت معولة باش باغا نجمعهم في هذا فهاديك 10 ايام من الاخرى، ولكن تركشتو مع يعني ملي مرض زوج ديالي وهكا صافي هملت الدار. بغيت كنت غير كنشطب، بغيت كندوز من الفوق. دابا ان شاء الله بغيت نحيدهم ونخرجهم بحال كيتشمشوا شي شويه، نضرب فيهم شي شويه وهذا الشميشه. يلا البنات حنا مازال مع بعضياتنا. هما البنات دخلت الكوزينه هنا. الكوزينه عندي مجموعه، يعني ما خاصهاش شي حاجه، خاصني غير نحيد هاد المعنس هادو ديال الفطور وهذا. خليت هذيك الزربيه خليتها خارجه كتشمش، نكمل ان شاء الله الكوزينه، عاد غادي نرجع نرجع ليها نكمل التفريشه لداخل ان شاء الله. والله الا واحد الشميشه يا سلام، زعما شميشه واش من شميشه. المهم انا عندي الماكينه عامره، كنت درتها الصباح باش غادي شعلت عليها باش غادي تغسل، غادي نحيدها بعدا نرجعها، عاد غادي نحيد يعني الكوزينه عندي نقيه، ما عنديش فيها شي حاجه، عندي غير هاد المعنس هادو ديال الفطور نحيدهم وان شاء الله نوجد الغدا. يلا البنات حنا مازال مع بعضياتنا. شوفوا البنات التفل ديال القهوه، ما نسياش دائما خصكم طباسيل بحال هكا فيها التفل ديال القهوه هذا، يعني ماشي نقابلوا الدار ونساو ريوسنا، ولا نقابلوا ريوسنا ونساو، يعني دائما حاجه هك وهك. المهم ان شاء الله نشالي وندير له، غندير له غير شويه ديال هذا، شويه ديال زيت الكوكو، وغادي ندير به تقشر للبشره ديالي او للوجه ديالي. المهم البنات هنا كما كنشوفوا كنصف الطواجين، غادي نخلي الطواجين ديالي يطيب، عاد نمشي نكمل ان شاء الله الصاله في الفلاش وهذا. صافي هنا كملت الكوزينه كما شفتوا، دابا بقى لي غير الطواجين، يعني نتفكمل الغدا وعاد ديك الساعه نمشي ان شاء الله للصالون نكملوا في التفراش. المهم حنا مازال مع بعضياتنا البنات. الناس كملت من الكوزينه كما كتشوفوا، كلشي رجع لبلاصتو. الطواجين ديالي راه كيتقلى كما كتشوفوا البنات، راه كيتقلى الطواجين ديالي. وجدت هادشي ديال الشالاده، بقى لي هادشي ديال الفخار، هادشي ديال الفخار بغيت ان شاء الله بغيت صافي نحيدو، ماشي نحيدو ولا صافي نجمعو هادشي ديال الفخار، كلشي يعني كنت كنستعملوه في رمضان، دابا ان شاء الله غادي نحيدو من هنا من الكوزينه بلا ما نخليه حدايا في الكوزينه. المهم غادي نخلي ان شاء الله، ماشي اليوم، ماشي وقته دابا، ما جبتش كلشي دقه واحده. دابا ان شاء الله نمشي نرجع ليا، نرجع هادشي ديال الصاله وهادشي ديال الزراب اللي نفرشهم البلايصهم نرجعهم،
وهذيك الساعه ان شاء الله نقدر هادو غدا ولا في العشيه ولا هكا عاد نحيدهم، لحقاش خصني نخوي لهم بلاصه، خصني نخوي لهم بلاصه فين نستفهم. المهم عندك هادشي، هادشي ديال الفخار، هادشي اللي كنت كنخدم به، وهذا الطاجين حتى هو كنت المره الاولى كنديرهم تما فوق البلاكار، كنت حاطهم فوق البلاكار، وكنت مبغيتش نخليهم فوق البلاكار، بغيت نجمعهم يا اما نديرهم في داك البلاكار اللي عندي اللي كنجمع فيه بحال هكا هادشي الماء اللي كيكونوا زايدين، ولا المهم ماشي وقتهم دابا نحيد عليا دابا ان شاء الله. مني كما كتشوفوا مني جمعت الكوزينه ونصب الطواجين، نخرج ان شاء الله نكمل عليا هادشي ديال التشماش وهادشي ديال البالكون. المهم البنات كما قلت لكم اليوم ان شاء الله نهار ديال التخمال، ماشي داك التخمال اللي كتعرفوا غير بحال هكا. دابا حيت هاد الزربيه هادي حيتها، وكما كتشوفوا نهار مشمش، يعني نهار زوين ديال التشماش وديال هكا. المهم خرجت هاد الزربيه هادي من بعد ما كندوز ليها، يعني هنا غنجاوب بعض الاخوات، يعني كندوز ليها كندوز عليها الفاكيوم باش تحيد، يعني ماشي نسوسها وبدا يطيح منها داك الفرتيت وداكشي، هي طبيعه الحال غادي يطيح منها شي شويه، ولكن ماشي داكشي اللي كتعرفوا. وانا عندي الاساس يعني غير باش تضرب فيها الشميشه نقها شي شويه. وكما كتشوفوا هنا راه الجو مشمش ديال اللي بغى يشمش واللي بغى ينقي واللي بغى هذا. المهم صافي دابا ان شاء الله غادي ندور بهاد الكراسي هادو، بغيت غير نمسحهم شي شويه حتى هما غادي نخرجوا يتشمشوا شي شويه. ما كتشوفوا يعني طبيعه الحال اللي عنده الداري يعني ضروري ما كيتدموا لي هادو، وقت هادو زوينين يعني غير كدوزي عليهم شي شويه بحال هكا كيتنقاو. غادي نقي الارض دابا ان شاء الله وحنا مع بعضياتنا. صافي البنات كملت هذيك الجهه، انا هذه الطريقه كيفاش كنخدم، يعني كملت هذيك الجهه كما كتشوفوا هذيك الزربيه ضربتها شي شويه شويه عاود رجعتها لبلاصتها. دابا دوزت ان شاء الله لهنا، هنا حتى هو حزيت لي هاد الزربيه هذه خرجتها تما شي شويه، ولكن هذه غنخليها واحد شي شويه. غادي نقي هنا شي شويه ونخلي الدنيا تضرب فيها الشمس. شوفوا الشمس، شوفوا الشمس تبارك الله اللي داخله، شفت واحد الشمسه زوينه. ضربت واحد المسحه لهاد الطوبلات هادو كلهم، مسحتهم غير بهاد لانجيت، مسحت هادشي كامل هنا، هات لي هاد الطبله هادي. كما كتشوفوا شطرت نقيت الدنيا هنا كلشي، مسحت كلشي هنايا. الله على راحه البنات، يعني ملي كتشمشي وتنقي الدار وداكشي انا كتحسي بواحد الراحه نفسانيه. صافي هنا كما كتشوفوا صافي الطواجن ديالي راه كيطيب. دخلت فرشت هنايا، كملت فريشه كما كتشوفوا، من بعد يعني ما دوزت الفاكيوم على كلشي، رجعت يعني كما كتشوفوا كلشي تمش، كلشي رجعته لبلاصتو. دورت هنا الطبله، دورتها بحال هكا طول، يعني مره مره كنغير، مره مره ندور عرض، مره مره ندور طول. المهم اليوم دورتها بحال هكا طول، ملي كتعطي بحال هكا طول كتخلي لي سباس. ممكن مره يعني ملي كيطلع ليا فراسي هاد الدوره بالطبله يعني حاطه على شكل كنعاود ندورها عرض. المهم راكم عارفين اختكم راه عزيز عليها شقلابه، كل مره شقلب. صافي هنايا كما كتشوفوا عطيتها بدلت شويه ديال الديكور، حطيت هذه هنايا، هذه ديال حامله الشموع هي اللي درتها هنايا. انا ما دايرهاش فيها شموع شموع، وكدايره فيها غير هادو، هادو اللي كيخدموا بالحجاره، ولا كنت كيجيو زوينين شو البنات باش ما تكرفش ليا بالشمعه. ما درتهاش ما درتش فيها شمع، درت فيها غير هادو ديال الحجره، حتى ملي دار زوين ملي كتشعل بحال هكا فلاشيه. وباقي هادوك الطابيات عاد غادي ندخلهم، شفتو الشميشه كي باقا ضاربه فيهم، خليتهم تبقى ضاربه فيهم شي شويه عاد غادي ندخلهم. صافي وهنا كما كتشوفوا كلشي رجع لبلاصتو. دابا ان شاء الله غادي نكمل الطواجين ان شاء الله، نحط معكم الغديوه، يعني نشارك معكم الغداء ديال اليوم. درت غدا يعني بلدي، حطيت درت طواجين كما شفتوا، وغندير معاه شويه ديال الصلاد. ماما ندخلوا الكوزينه دابا. ماما البنات كما كتشوفوا الطواجين راني درت فيه الخضيره، المهم درت هنا خضيره منوعه، درت شويه ديال البطاطا شويه ديال القرعه وشويه ديال الجلبانه. يلا رميت الخضيره غادي نخليها طيب. وصافي هنا قطعت الصلاده كالي، غندير ليها صوص، نديرها الثلاجه ان شاء الله تبقى بارده شي شويه على بال ما تطيب الطاجين، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نحط الغديوه ديالي.
البنات هذه الغديوه ديالنا كما كتشوفوا طواجن يعني شربته بحال هكا كيجي مشرب لينا الاختيار اللي بغى يخليه مروي ولا صافي قدمته مع شلاضه وشويه ديال لاصو وشويه ديال الزيتون وخبيز ديال الدار هذا عجنته البارحه البنات. المهم البنات كنتمنى يعني باش تكونوا دوزتوا معايا وقت زوين بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو وتحمستوا معايا ما تبخلوش عليا بلايك ما بقى لي غير غادي نودعكم ونضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله مع السلامه.